الرعب من الرحلة ديالو من أذربيجان قبل أن يتفاجأ بالأمن الفرنسي ومذكرة اعتقال في حقه. تهم عديدة وجهت إلى مؤسس منصة تيليجرام بافيل دولوف، منها التحريض على أنشطة غير قانونية والإرهاب وتجارة المخدرات والاحتيال وجرائم بحق الأطفال ومخالفات لا تعد. ثمنها عقوبة سجن قد تصل إلى 20 سنة، وقد يدان بها دوروف وفقا للصحف الفرنسية. اعتقال كيرافق جدل كبير، بحيث اعتبر الكثيرون أن هذا الاعتقال هو محاولة لتقييد الرأي العام والتعبير في منصة تيليجرام. حملات عديدة مطالبة بإطلاق سراح مؤسس تيليجرام الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والروسية، معتبرين أن ما حدث ما هو إلا رسالة لإيلون ماسك، مفادها أن كل من لا يخضع لقوانين الاتحاد الأوروبي عنده نفس المصير. إيلون ماسك علق على خبر اعتقال دوروف ساخرا، وأشار إلى أنه لا يستبعد أن تبدأ أوروبا بإعدام الناس بسبب تسجيلات الإعجاب. هذه الاتهامات ماشي جديدة، فقبل كان تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية كشف على تحول تطبيق التراسل الفوري إلى منصة لبيع المخدرات. أما الإعلام الروسي اعتبر أن اعتقال مالك تيليجرام ما غيأثرش على عمل تطبيق المراسلات، في إشارة إلى أن هناك العديد من المنصات لكي تحدث فيها انتهاكات دون أن يتم اعتقال مالكها. العديد من الناس سألوا على إذا كان إيلون ماسك سيواجه المصير نفسه إذا زار هو الآخر فرنسا، معتبرين أن القرار يعكس وجه فرنسا القامعة للحريات.